السلام لوالدك، ديري لاباس عليك، كلشي بخير الاخوان. السلام، كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع الوالده امي باركه غتصايب لينا ان شاء الله واحد الطاجين على الطريقه التقليديه قديمه كما كت... بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم، والله يحفظكم، الله يقبل منكم. انا عيانه شويه، راني كنت عيانه، واليوم غادي ندير كتبان فور عيمه الساعه ان شاء الله. انا غادي ندير على الطاجين عما قديت عليه، عيانه شويه. الله يحفظكم، الله يسهل عليكم بالخير ورحمه الله. احنا سالين صوبوا، احنا صوبنا سالين صوبوا ان شاء الله، قربنا نكملوا البيت. ايه نشوف الطاجين عندك الوالد كيدير. صافي الوالد دابا شاد، صافي اش بقى لك دابا؟ بطاطا صافي. عندنا بطاطا والقريعه والصح مشكوك فور الاخوان دابا. صافي العافيه راك، الحمد لله العافيه راك دير. فاخر سيري تقب، ايوا غالي بقى الخضيره الزيتون برك الزيتون حتى الاخر ياك الوالد. معاها القرعة تاع هي غادي نديروها، والله يجعل روحك. وعلى نصوب خيزو ان شاء الله، ونصوبو القرعة ونديرو الطويجين. ومرحبا بكم، والله يطول عماركم، والله يعطيكم صحيحتكم، والله يزيد في ايامكم، واللي يسال علينا ونعزو عليه الله يعز معزوزو، والله يعمل سيدي ربي يكون معاكم. اللي يحبنا الله يحبه، اللي يسال علينا بالخير الله يسال عليه الخير ورحمة سيدي ربي، والله يحفظكم ويحفظ ما عز عليكم. الوالدة دابا كيفاش طايبي دابا الوالد؟ طاجين؟ إن شاء الله. الوالدة ديما كانوا كيسولوا عليك الناس، ما كنتي عيانة وداك الشيء. عيانة. والاخوه راه كانت شويه عيانه، كانت الوالده بعد دير لينا كسكسو الساعه، مازال عيانه شويه الاخوان. بالدواء، الدواء بالشفاء، الله يحفظكم الاخوان، وتحياتي لكم وشكرا بزاف. عيانه وليدي، عيانه، الله يسيدي ربي ويشافينا ويشافي الجميع، ويشافينا ويشافي الجميع اللي متابعينا واللي يسالوا علينا، الله يسال عليهم بالخير ورحمه سيدي ربي، الله يحفظكم نساء وبنيات ورجال، الله يحفظكم فين ما كنتم. وشكرا على المتابعة ديالكم اللي متابعينا فيها وتحبونا، الله يعمر ربي يحبكم. الحمد لله، احنا سالين نجرو في البطاطا وسالين نصوبو ان شاء الله، بين نصوبو بخير. اوه الله يرزق الصحة والسلامة، وهذا اللي نطلبو من عند الله. انا غادي نقرض بطاطا وغادي نقرض خيز ونقرض القرعه وعاد ميره البلديه. شوف بقى ما صاوبتيش، موريتيناش الطريق ان شاء الله. صافي غنجيب لك اللبن وورينا الطريقه كيفاه. هيا جيب لي اللبن ونخليه حتى يحماض، ونخليه حتى يحماض وعاد تورينا الطريقه الوالد. عاد تخليه حتى يحماض وعاد نجيب لي الدقيق وعاد نعجنو وعاد نخمر بيه. الموسى الوالد اخوان الفاخر الحيمات، والبايه دابا كتقرف في البصله دابا، من بعد راهي غتكمل الخضره اللي كاينه كما كتشوفوا الاخوان. هذه فين فين بلاصه كنطيبوا في الطبيعه كما كتشوفوا الاخوان، في وسط الجنان. وسط الجنان الحمد لله، الحمد لله. الوالده دابا هي غتكاد لينا الطاجين، نشوفوا الطريقه ديالك كيفاش غتصايب الطاجين ياك الواليد. الواليد راه كيسولوا عليك الناس، مع الاخوان راه كانت عيانه شويه، داكشي علاش خبرت. الوالده مع كانت عيانه الاخوان شويه، وداكشي علاش غبرنا وما بقاش كتبان معايا شويه في الفيديوهات. مع كانت عيانه الاخوان، والله الا كانت عيانه واحد 4 ايام ولا 5 ايام راه دازت عليها،
هانتي دي كانت مريضه بزاف الاخوان والله. وداك الشيء علاش كانت الوالده قالت لي راه غنصايب كسكسو نهار الحد فهمتي، كانت بدير واحد شويه كسكسو وتعيط على الدراري الصغار وداك الشيء. جيت لي انا الخضره وداك اللوازم كاملين باش تصايب لينا شي كسكسو. انا والله الا عاد واحد كسكسو كتصايب واحد كسكسو ناضي الاخوان. داك الشيء علاش قلت لها وجدي لنا كسكسو الوالده، قالت لي واخا ولكن صاب حتى الاخوان عياله. هذاك الشيء علاش ما قادرش تصايب كسكسو. وخليتها ولات شويه قالت لي راني شويه، قلت لي راه نديرو شي طاجين، قلت لها مرحبا. صافي الاخوان هي غادا تصايب لينا الطاجين اليوم ان شاء الله. ما تنساوش الاخوان الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاخوان اللايكات ديالكم شي كومونتير زوين. وشكرا لكم الاخوان بزاف وتحياتي لكم. دابا غنبقاو مع الطريقه الاخوان. دابا صايبت دارت البصله ودارت اللحم، دابا كتقرد في البطاطا. كملي لينا الوالي. دير عود وهو فرسك فيه من الوسط. نردو ان شاء الله عاد نصاوبو تنصاوبو طبيعة فوق من العافية. احنا الحمد لله احنا سيرين نقردو سيرين نقردو في الخيزو سيرين نقردو هي احنا قردنا ان شاء الله سيرين نقردو في خضرة. وعاد غادي نردو ان شاء الله وان شاء الله خير. الوالده الموسى قال كيحس كالزبده. لا حافي الله يخليك. حافي وفين هو الموسى؟ لا وما توضر ما استوقع. ودرتي يا الوالده؟ توضر ما عرفتو فين تسلي وراه تري ودرتي باقي لهم. يا ودي انا يعني العقل عندي راه شويه راه عيان راني عيان راني دايخه. راه مع داك الدواء الوالده اللي كتشربي داك الدواء اللي كتشربي راه هو اللي مدايخ. قابيع ليا دوخني الدواء. ها؟ دوخني. قلت لك مابقيتش شربي بنهار الاخوان. واحد الدواء هذا الدواء ديال الصيدليه كيجيبو طالع الطبيب دابا كتشربو كيأثر عليها الاخو. ما كرهتش اي ما كرهتش وما نشربوش انا كاع ولي ما كرهتش وليدي مع الصحة ما كرهتش. قال يا ابني ما مخلينيش نبرك ما مخلينيش ندوي ما مخلينيش دي عندي راه فاوت كدبش على ربي. قالوني بالمعقول قال ابني خليلي ما محاكمينش على بعضياتها. من جيت هنا الرداد محروجة ما صافي حل وريني انا انقيت وين زيقدي هو الهيل قدام زيقدي الهيل لق خليه هنا
جلابيه ولا غطاء ولا جلابيه ولا وهذيك وهذوك اللعيبات هذيك اللعيبه اللي عنده واحد العصيه وكيديروا لها بحال مشط هذاك تاع نجيب هذاك هو اللي اش كيدير هذا كل مشط تاع نجيب اللي لبد طعمه مع خاتها ولينش ولين وهذا ذاك العصيه هذا هذيك ديال التخالخي عسى عسى عود عود وعد واحد لعيبه واحد الحديد عود وعد عود هو طويل تشلى وعد ما عاد شنو عود طويل بحال هذا اي عود بحال العسى بحال تي وعد واحد لعيب عاد الراس راسه وانا كنت خاف تي هات تي ما فهمتيش كي داير ها تدير بحال هذا عند واحد لعيب بحال وي داير بحال هذا العس هذا العسية والحجر وي وعود هو وعد هو ترى هو راه شفتو انا مع هادوك اللي لقيتهم فيه تي هاتي دابا هو كي داير داير بحال هاد العود هاد فين هو عطيني شي عود شي عود نيشي اييه عسى عسى هي عسى نيشي ولا عاد عاد هو راه على ما مل فيه مغزلة راه هي هاديك اللي دويت مغزلة مغزلة ديال العود اي اش كدير لها؟ نغزل بها كيفاش؟ كيفاش ورينا نغزل ندير لها الصنارة موحدة فيها من الفوق الصنارة دابا هذاك شو ما عندوش صنارة؟ لا عاد ندير كدير عاد؟ ايه ندير سلك وندير فيها نديرها ندخلها في بينا وبين العود ونولي نغزل اخوان الطاجين راه قريب يطيب ياك الوالد قريب يطيب ان شاء الله ايوا الوالد كي كانت القضية بكري وكي كانت هذوك حق هذوك القراشين ما عاودتيش ليا يعني عليهم هذاك هذاك الشيء فاش كنت لقيتهم الوالده في الصندوق كون قاش هذوك اللعيبه اللي عدا السنان طوال شنو هي مشط ها مشط هذاك هو المشط لا عدا طوال وعد سنان طوال مشط تاع الخرخيل خرخيل بيا الصوف ديال السمول اه نغزلوه كيف السمول السمول ديال الصوف اه ونغزلوه ونسديوه نكبوه نكرسوه وها نسديو جلالب ولا غطايا الجلابية شحال كدير لك من يوم باش تصاوب جلابية شحال دير من يوم نجيجو اه بكل شيء بالصوفة بكل شيء غزيل إذا كان عندك العوين تغزلها في شهر سديها إذا ما كانش عندك عندك شهرين شهرين في جلابية اه شهرين وباش تلبسها باش تلبسها باش مولاي يلبسها وي باش يلبسها لا كان عندك العوين دغيا كان عندك العوين مولاتها ما تفوتش فيها يوصي منها تقرجها نجها وتقرجها لا كانت وحده وحدها تدي فيها شهر بديتي لو ايه بديت نشوف الطاجين عندك الوالد كي داير نشوف ويحك أحلام ياي ها؟ أحلام بسم الله تيق شوي بلي حلوان هو الطيب ديال 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 العواد راه ماشي هو البوطل عواد جويدة ايه؟ عواد جويدة لا ما كطيب على العواد امي فهمتي ما كطيب على العواد راه ماشي البوطا العواد راه كيعطي واحد البن راه ما شاء الله يمكن الوالد راه غنتسالو كسكسو الوالد ان شاء الله فهمت ان شاء الله طيب لينا على صحتك طيب ولا خاص تبقى تشرب يد الدواء هذاك الدواء راه كي كيأثر عليك عرفتي شنو راه كي ملي كتشربيه كتولي مساهس ها دابا ان شاء الله كاين خضره كاين كلشي صافي غادي طيبي غتوجدي لينا ان شاء الله لو وليتي بخير ان شاء الله وتورينا حق الطريقه ديال ديال هذيك الخميره ايه والبرنا يا مس انا كنت غنجيب يا والله تيامس لقيت هذاك مولا
موت سايكوك كان قلت لي شحال اللي يطرق شوف نجي معدو يطرق يطرق قد ولا نعيمة يوم الربيع حويد ولا دي زينة معطري دي زينة عربي قولي والله كيف خبزة قال حي البارك بارك الله فيك نوضح نوضح هاي تعلم ياكل معنا هنا.